السلام عليكم يا صالح. اهلا وسهلا بك استاذ. هلا بك نائب عماد. هلا بك. اهلا وسهلا. تشرفت. تفضل. وهذول كثير كثير اعزاز علينا، كثير كثير اصحابنا من قديم. باللحظه اللي وقع الخلاف فيها رحنا على كبركنا، وانا قلت له هناك وبقولها اليوم هنا بعرابي انه بسبب العلاقه اللي بتضبطني كانت مع المرحوم ابو اياد اللي كان عضو فعال في لجنه الصلح الاردني، وكنا نمشي معيشتي في دراسه بيقع فيها بلد. بسبب هاي العلاقه الوثيقه اللي بتضبطنا مع بعض انا كنت بعد حالي واحد منهم وما زلت. اهلا وسهلا فيكم، واحنا هنا في عضاضي كلنا بنضحي فيكم، وبنقول انه هاي الخلاف اللي حدث متاعب ونفع، وعسى ان تكرهوا شيئا وارضوا لكم. يعني انا بتوقع ان العلاقه الطيبه والوثيقه تتوثق وتزداد المحبه بيناتنا اكثر واكثر، لانه بعد كل خلاف ما بزمنش ما بطلش، وبصير في وراء صلح بتصير علاقه كثير اخويه وحميمه ومريحه. اهلا وسهلا فيكم ومرحبا، وان شاء الله انه بنضل على بعضنا كل المره. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ابو صالح المنساه. تفضل تفضل. وأنا هاي العرابي. السلام عليكم. حقيقة إنه إحنا شعب واحد، دمنا ومصيرنا وجودنا على هاي الأرض واحد لا يتجزأ. في انتفاضة الأقصى المباركة نزفنا مع بعض مثل الشهداء من العرابي ومن سخلين وكنا. هذا الرابط اللي بربطنا، ورابط قومي، رابط دم، رابط مصير واحد. مستقبلنا كمان مستقبل واحد، وأي مكروه بيحصل لأي بلد عربي هو حصل لكل الشعب العربي الموجود داخل الخطرة. فمن هذا المنطلق كل هاي الروابط مجموعة مع بعض احنا جسد واحد لا يتجزأ. بحدث اغلاط هون اغلاط هناك بكل الشعوب، حتى عند اليهود بحدث. اما احنا بنعتبر ان الصلح نادت عليه كل الاديان، اكثر من دين امن بالصلح هو الدين الاسلامي. الدين الاسلامي فضل الصلح عن العبادة عن الصلاة. أذكر مرة كنا بصلحة وأذن العشاء، الشيخ قال أنا بدي أروح أم، أما أنتوا كملوا عملكم هذا بكثير أفضل من صلاة اليوم. كملوا ما تجوش تصلي، مش معناته يعني بطل تصلي وبصير نصلح وبس، لا. فلذلك إنه ديننا أكرم المصلحين، أكرم الرجال اللي بتحذي عدو الصلاة. الدقيقة اللي أبو صالح رفع لي تليفون وحكى فيها قلت له انت مشكله اهل عرابي مع ناس ايجابيين، ناس اللي التاريخ بيصلحوا بين الناس، مش ناس هامشيين لا سمح الله. مشكلتكم اسهل منها ما فيش، رغم مرارتها، رغم مرارتها. بنتمنى انه ما يصير سوء التفاهم يصير، اما نتوصل لمشكله بهذا الحجم. طبعا كل انسان عاقل في كل المناطق في بلدنا وفي بلدكم برفضوها وبكرهوها، وان شاء الله انه هاي الحدث هذا مثل غير تشبار وتوقف بالسما شوي وراحت، هاي راحت وعرت ان شاء الله. هاي من فضل الاخوان والوزير واولاده، دائما اللي بيحذي حذر الصدم السلام، ورجل نزل ولا مره بحياته بيصلح ولا مره. صلح بين الرجال بصير بين طرفين. وعموم أهل عرابي المتواجدين بيننا، أتوجه إلى الأخ الكريم
العزيز على قلوبنا جميعا. لقد ذكر أبا إياد أخ عزيز كان له كما هو نحن أشقاء له لأبا إياد، ولكن نذكر المصالح أننا نحن سائرون على نفس الدرب بمعية الرجالات التي يؤلفها مجتمعنا عامة، ولا ينقصها من الكمال كما هو أنتم يا أبو صالح والإخوان جميع. من أول يوم بدأ الحدث ووصلت لنا الأخبار، تواجد بيننا أخانا الأكبر أبو صالح، فقلنا له جميعا وبلسان الجميع، واحد الذي تكلم معه وقلت له كلمة واحدة: أنت الضارب وأنت المضروب، أنت المسؤول، وما تفعله يقبل علينا، نحن نعرف فعلا أصحاب حق، ولكن نحن بين رجال أوادم يصلحون على دماء في كل البلاد. فها هو أبو محمد أيضا، الأخ مجاهد عواضي، الزميل الآخر الذي كان للمرحوم أبو إياد في حياته، أكمل الطريق في الصلح والإسراع في إصلاح ذات البين بين أخوين من عرابي ومن كفر كنا لأن جماعتنا. أود لفت الانتباه والنظر إلى التأخير في عدم المجيء إلى عرابي. لقد تساءل البعض، والإجابات عند كل واحد منهم ربما تكون إيجابية وربما يكون تفسيره سلبيا. أود أقول برفع رأس أننا إذا مددنا أيدينا إلى الصلح فقد أصلحنا، وكانت النوايا طيبة، كانت النوايا مباركة، دلت وعرف من خلالها أبو صالح وجميع الإخوة، أبو الأمير اللي غايب عنا، أبو كريم علي التطور، صدقي أبو كرم، الأخ أبو محمد موجود معانا وبناتنا، عرفوا إنه هني عملوا صلح مع رجال. لقد مرت علينا ظروف صعبة أكبر بكثير من هذه الظروف التي شعرنا بها أنها نحن إخوة معا، وازدادت المحبة، وإن شاء الله تكون كذلك في المحبة والتقارب بين المجموعتين المتخاصمتين ألا وهم أبناؤنا وأبناء من عائلة شلش. بدليل قوله أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الدعوة واضحة وصريحة، وهي بلغة الأمر يجب أن نسعى إلى الإصلاح. هذا هو ديننا الحنيف، ورسولنا الكريم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. نحن كلنا جسد واحد، جسم واحد، شعب واحد، همومنا مشتركة. يعني حقيقة يجب أن ننشغل في همومنا وفي مشاكلنا كشعب وكأمة. يجمعنا الدين وتجمعنا اللغة ويجمعنا الوطن وتجمعنا العادات والتقاليد وتجمعنا الهموم التي نعاني منها أمام السلطة كأقلية قومية في هذه البلاد. وتحدث أيضا عن أن دمنا واحد بدليل التضحيات المشتركة في هبة القدس الأقصى. وأنا أريد أن أقول في يوم الأرض أيضا عام 76 عندما انتفضت أبناء هذه القرى والمدن في الجليل وسطرت ملحمة أسطورية يعترف بها القاصي والداني. ولذلك نحن يجب أن ننشغل بلحمتنا بوحدة صفنا من أجل مجابهة التحديات الخطيرة والمؤامرات الخطيرة المحاكاة ضدنا، وأن لا ننشغل بالخلافات والنزاعات والصراعات فيما بيننا
لكي لا تؤدي بالتالي إلى تشتتنا وإلى ضعفنا وإلى يعني تهالكنا أمام هذه المخاطر الكبيرة التي نعاني منها. في الحقيقة أنا أريد أن أقول لأهلنا في عرابي إن أهلنا وإخواننا في كفر كنا تجاوبوا عندما توجهنا إليهم، تجاوبوا كل التجاوب وأبدوا في الحقيقة تفهما وتجاوبا ربما أكثر من المتوقع، وعلى هذا يستحقون كل الشكر والتقدير، وهذا أمر ليس غريبا عليهم. المعروف عنهم أنهم بيت جاه وبيت صلح وبيت يعرف العادات والتقاليد والأصول المرعية في مجتمعنا، وتصرفوا بهذا الشكل، هذا شيء كنا نتوقعه وهذا شيء معروف ومألوف عند إخواننا أهلنا في كفر كنا. وكما سبق وقيل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الخلافات شيء مكروه وما حدث شيء مؤسف ومكروه، ولكن الخير فيه هو أننا اجتمعنا في هذا المحفل، ونأمل من الله تعالى أن يستمر هذا اللقاء وهذا التعاون وهذه الألفة والمحبة بيننا جميعا. أهلا وسهلا بكم. أيضا ثلاث شهداء من عيلة أمارة في سقطوا في 1936 وما زالوا مدفونين في تراب عراقي. هذا الأمر معتز فيه كثير، ويمكن عدد كبير من الشباب ما بيعرفوش، أما إحنا شراكة في الهم وفي الأمل وفي كل شيء. الشيء الثاني إنه شعبنا ممتاز عن كل الشعوب. شعبنا ممتاز عن كل الشعوب بالنخوة والمروءة ومكارم الأخلاق اللي بتتجلى وبتتجسد في مثل هاي المواقف وفي مثل هاي الصلحات. استشهدوا، أنا تهين استشهدوا على طراب عرابي، يعني كانوا دفاعا عن أهل عرابي، فإن اليوم حق عندكم فيه. أبو عماد، شهداء أبناء ولدوا بنصب تذكاري بمدخل البلد. طبعا الله يسعدك. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الله عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. صدق الله العظيم. أبدأ أيها الإخوة من حيث انتهى من سبقني من الإخوة الطيبين، لأقول إذا كان تراب عرابة قد ثوى وحوى في جنباته شهداء أعزاء كرماء أحياء عند الله عز وجل، فإنه اتباعا لهذه المسيرة أيضا يتشرف تراب وأرض عرابي وتراب آل شلش بأن تطأه أقدام إخواننا آل إمارة وآل حمدان، ليكونوا بيننا اليوم والعواودي يخطون هذه الخطوات للإصلاح وللخير وللتعاون ولإشاعة الألفة والمحبة والعدل فيما بين المسلمين وبين أبناء البلد الواحد. فهذا شرف عظيم أن يكون إخوة لنا بيننا، نلتقي على الخير وعلى الرحمة وعلى المحبة وعلى الإصلاح، كيف لا، والله عز وجل يقول: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، نحب أن يغفر الله عز وجل لنا. لذلك كان من آل شلش عندما حدثت هذه المشكلة أن أسرعوا وبادروا بالإسراع، وكان الفضل أولا وأخيرا لإخواننا في لجنة الصلح، على رأسهم في اللجنة المحلية أخونا أبو صالح ورئيس المجلس، وأخونا أبو مصطفى، وأخونا أبو مصطفى هون برضو من آلنا شلش نعتز فيه برضو، بذل جهد كبير أيضا في هذه المسيرة. ونشكر بما أنه قد غاب من بيننا بجسده ولم يغب بقلبه عنا أخونا أبو الأمير طه عبد الحليم أيضا وإخوانه الذين أيضا كان لهم الباع الطويل والرئيس في أن تلتقي هذه القلوب على الخير وعلى المودة وعلى الرحمة، لا أن نعملها بأنفسنا، فنحن جميعا إخوان ونحن جميعا أهل، لا بد أن لا ترتفع يد على واحد منا
إنما جميع أن نكون إخوة سواسية، أن نتعاون فيما بيننا بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى نشكركم جميعا ونبارك هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وأهلا وسهلا بكم الجميع، وحياكم الله وميت مرحبا بكم. بارك الله فيك. وبالتالي أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لأهلنا وإخواننا آل حمدان وللأخ مجاهد عواودي أبو محمد، وبخص اسمحوا لي أخص بالذكر ابن أخوي أبو أديب أبو النزير وأولاده اللي جاوبوا وقبلوا توجهنا وجاهنا، وبفضلهم وبفضل أبو إياد أبو عماد اتكلل مساعينا، تكللت مساعينا بالنجاح، وهالصلح خرج بحيز تنفيذ.